ادخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا أبدا. والأستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصية من الخارج بقى. برافو عليك. طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت ازاي ان الشخصية بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني، وده بقى ايه؟ ده سيناريوس؟ ولا بتسموه سكريبت باين؟ حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا في حاجة يا أستاذ عادل؟ لا مفيش، هو مبدئيا يعني يا حضرتك أنا عادل سعيد، أنا شاعر، هتحبيني قوي بجد يعني. طب ممكن بس نأجل التعارف ده شوية لحد ما راجع السيناريوس؟ حضرتك لا طبعا براحتك أنا، مفيش مشاكل خالص. طبعا أنا شاعر يعني، وأكيد حضرتك قابلتي شعراء كتير جدا زي الأستاذ مثلا عبد الصمد حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد إذنك بس الصورة قربي كده. لا معلش ما ينفعش أتصور معاك بالشكل ده. ليه طيب يعني حضرتك بتترسم عليا ليه يعني؟ عادي يعني، ما انا ليا حماية كانت تصور مع فنانين كتار يعني، فعادي في عيلتنا ان انا ابقى متصور مع فنانة يعني زي حضرتك الأستاذة ميرفت أمين، عادي يعني. يا أستاذ عادل أنا ما بترسمش عليك ولا أي حاجة، أنا بس عندي شغل عايزة أراجعه، مش عايزاك تزعل مني. خلاص يا ستي اعتذارك مقبول، أسمعك بقى حتة شعر بقى إيه توهوج مشاعرك وأنت داخلة تمثلي بقى. الله يخرب بيتك يا عم جيت. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. يا مصر اسمك ثلاث حروف ميم صاد ره، الميم سعاده وراحت بال، الصاد عيالك مش عيال، الره راء قال. برافو برافو. تالي مامتك تند عليك تكون عايز عيش ولا اي حاجه؟ تعوز عيش ايه؟ عارفه حضرتك انا جبت لهم امبارح كميه عيش مرعبه، الاول بيفرطوها كده عشان ايه ما تفقفقش بقى مثلا، وبعدين يدخلوها الديب فريزر، نيجي الصبح نطلعها نسخنها نعمل منها سندوتشات على طول. مالي انا ومال العيش ومال السندوتشات يا استاذ عادل؟ انا ورايا شغل عايزه اراجعه. طب يا استاذه ميرفت حضرتك بتترسم عليا كده ليه يعني؟ انا ما بترسمش ولا اي حاجه، انا عندي شغل لازم اراجعه. ماشي ماشي خلاص اتفضل. يا ترى العيش اللي بتجيبوه بريال ولا ببريزه؟ لا لا ده عيش فينو مش بريال وبريزه. لا 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 عيش فينو. طب في اي حاجه تانية تحب نتكلم فيها؟ زي ايه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات، ولا البيت دلوقتي بقى بكام، وحاجات زي كده يعني. لا حضرتك دي خصوصيات ما بتكلمش فيها. ومالك بقى بتترسم عليا كده ليه؟ اترسم عليك ليه وانت لوحه؟ شربات. اتفضل بره يا استاذ عادل بره. ايوه يا ماما. واخرب بيتك يا عم جيت. ايه يا ست؟ المدام جيتي ولا لسه؟ المدام بتجهز يعني، خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى. انت مالك انت مالك؟ كل واحد يخليه في شغله، انت مش قبط؟ ايوه قبط بس يعني، ما انا بقول انا جاهزه يا عم جيت. اتفضلي اتفضلي. ايه اللي اخرك؟ ايه اللي عوقك؟ ايه اتفضلي 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 اتفضلي. احنا في انتظار حضرتك يعني. اتفضلي اتفضلي. خلصوا المشهد وتعالوا على طول. ها مع السلامه. مالها زعلانة كده ليه؟ ابدا كانت عايزه تقعد ترغي معايا وتتكلم وبتاع، انا طبعا ما اديتهاش وش يعني. كذوب ما صدقككش. عادل بقول لك ايه، انا مش هتحتح من هنا، قاعده مستنيه لغايه ما ترجع. وانا يا جماعه خليكم اعقل من كده يعني، مش معقوله على طول مندفعين يعني، لازم تبينوا شويه كرامه كده. عادل هو انت مش ناوي تروح البازار النهارده ولا ايه؟ لا بازار ايه، احنا ياما بعنا، انا هقعد استناها معاكم. يعني اوف انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه. اهدوا شويه اهدوا شويه، ما تبانوش ان انتوا مدلوقين كده. هو يا جت 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 هي هي لازم لازم. اوعي تضايقي نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك انا ممكن اراجع معاك السيناريوس مثلا لو تحب يعني. الله يخرب بيتك يا عم مجيد. انت تزعلها برضو عبد المجيد؟ مزعلها برضو. بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لجوع عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي.
عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انت عاملينه ده. معقوله وجريب فروت؟ ايه يا رانيا، هي طلبت منك جريب فروت؟ جرى ايه يا عادل؟ انا بضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم، والنبي يا عادل قول لها اني بقى. وانا كمان، انا كمان، انا كمان. حاضر كله بالطابور رانيا. انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني، يعني انا ممكن اخليها تغني معاك. يا سلام، تعالوا بس اقفوا طابور بقى، اقفوا طابور يلا. لا انا بس انا الاول، انا الاول، انا ماما. لا لا هي الاول، هي الاول. انا مامتك. لا لا طبعا ازاي ماما. طيب رانيا دلوقتي وانتوا خليكم في الطابور. يلا يا رانيا، يلا يا رانيا، يلا يا رانيا، يلا يا رانيا. بصي هي واضح ان هي مركزه، فانت خش على الموضوع على طول. اعمل ايه يعني عادل؟ خش على طول، خش على طول. اوكي اوكي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على الفراش، دقوا الشماسي. ايوه دقوا الشماسي. يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه. ايه السخافه دي؟ شفتي مش قلت لك صوتك وحش؟ احنا اسفين جدا والله. عارفه حضرتك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان. يعني صوت ايه اللي وحش؟ مش تخبطوا؟ معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني. طب معلش ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز؟ قوي قوي. بس كان ليا سؤال صغير، يعني بالنسبه حضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي، حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني؟ لا ما كنتش بدق. عارف ليه؟ ليه حضرتك؟ لاني ما بدقش على الحاجات دي. بره بره، اطلع بره. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقيت الاغنيه اتفضلي. بقيت الاغنيه كسفتيني. انا كده مش عارفه اركز. مش حضرتك اللي قلتي؟ مش قلتيلي ان دي عيله سكرها وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم؟ طب ما تخليش حد يدخلي، وخصوصا اللي اسمه عادل ده. مساء الخير. انا بعتذر مبدئيا. لا ما هو لا لا لا، اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني. يا سلام. وحياه عبد السلام. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، ابوس ايدك ارجوك يا اخي، سيب المدام تركز. طيب يا اخي انت بتضايقها ليه؟ ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد. بعد اذنك اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا. حضرتك يعني دي سناء اختي، هي مطلقه يعني، بس اكيد نفسها تتجوز. انا ما عنديش عريس مناسب ليها. لا حضرتك انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض، زي محمود قبيل، يعني اي حد وخلاص. بس هي اصلا ايه، جلدها تخين شويه. اه دي حاجه منتشره في عيلتكم. بس غيري خالص يعني. طب انت عايزني اعمل ايه؟ زبده حضرتك اللي زي البشره، قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده. حضرتك الكريم بتستعمله لها اسمه ايه؟ لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها. الكريم اسمه لا برضو حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف. دي يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه. هي دي حضرتك العلبه دي؟ دي بتاعت الوش اهي. خدي يا سناء، خدي يا سناء، دي هاتي زيها. ها عادل دي مش علبه فاضيه، دي مليانه على اخرها. يا عادل ما يجراش حاجه، مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني، او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه. 10؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك لسه برضو في صفحه 3. عارفه لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو. امشي 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 امشي. شفتي كسفتينا ازاي؟ كسفتينا ازاي؟ اتفضلي اتفضلي. ما انت يا عيني. بس بقى يلا بينا يا عبد المجيد، انا مش هقدر اكمل في البيت. ما ينفعش يا مدام، ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دوخات عشان نلاقي المكان ده، وبعدين الناس دول احسن من غيرهم. دي ناس يا الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك. ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت. خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب. ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف، مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه. ده ما بيحترمش اي خصوصيه، لا وكل شويه بينكت. وقال ايه؟ السيناريوس. جاب السيناريوس دي منين؟ انت عارف انا نفسي اقول له في وشه انت مش ظريف خالص، انت سم دمك يلطش.